في غضون ذلك ندد التحالف الدولي في العراق بالهجوم الذي استهدف مطار أربيل الدولي، فيما أكد تعرض قوات التحالف في المطار لهجوم بطائرتين من دون طيار وتصدي أنظمة الدفاع لطائرات أخرى دون أي إصابات أو أضرار مادية. المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد وايم ماروتو كتب في تغريدة له على حسابه بتويتر إن كل هجوم ضد الحكومة العراقية وإقليم كردستان والتحالف يقوض سلطة المؤسسات وسيادة القانون وسيادة الوطنية العراقية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الهجمات تعرض حياة المدنيين والقوات الشريكة من قوات الأمن الداخلي والبيشمركة والتحالف للخطر.